المكتبة السمعية للعلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم قراءة تفسير السعدي. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. أي ومن هؤلاء المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن آتانا من فضله من الدنيا فبسطها لنا ووسعها لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فنصل الرحم ونقري الضيف ونعين على نوائب الحق ونفعل الأفعال الحسنة الصالحة. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فلما آتاهم من فضله لم يفوا بما قالوا، بل بخلوا به وتولوا عن الطاعة والانقياد وهم معرضون، أي غير ملتفتين إلى الخير. فلما لم يفوا بما عاهدوا الله عليه عاقبهم، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم مستمرا إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فليحذر المؤمن من هذا الوصف الشنيع أن يعاهد ربه إن حصل مقصوده الفلاني ليفعلن كذا وكذا ثم لا يفي بذلك، فإنه ربما عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف. فهذا المنافق الذي وعد الله وعاهده لئن أعطاه الله من فضله ليصدقن ولا يكونن من الصالحين، حدث فكذب، وعاهد فغدر، ووعد فأخلف. ولهذا توعد من صدر منهم هذا الصنيع بقوله: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، وسيجازيهم على ما عملوا من الأعمال التي يعلمها الله تعالى. وهذه الآيات نزلت في رجل من المنافقين يقال له ثعلبة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يدعو الله له أن يعطيه الله من فضله، وأنه إن أعطاه ليتصدقن ويصل الرحم ويعين على النوائب. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان له غنم فلم تزل تتنامى حتى خرج بها عن المدينة، فكان لا يحضر إلا بعض الصلوات الخمس ثم أبعد، فكان لا يحضر إلا صلاة الجمعة ثم كثرت فأبعد بها، فكان لا يحضر جمعة ولا جماعة. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بحاله، فبعث من يأخذ الصدقات من أهلها، فمروا على ثعلبة فقال: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية. فلما لم يعطهم جاءوا فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة ثلاثا. فلما نزلت هذه الآية فيه وفي أمثاله ذهب بها بعض أهله فبلغه إياها، فجاء بزكاته فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بها لأبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها، ثم جاء بها بعد أبي بكر لعمر فلم يقبلها، فيقال إنه هلك في زمن عثمان. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وهذا أيضا من مخازي المنافقين، فكانوا قبحهم الله لا يدعون شيئا من أمور الإسلام والمسلمين يرون لهم مقالا إلا قالوا وطعنوا بغيا وعدوانا. فلما حث الله ورسوله على الصدقة بادر المسلمون إلى ذلك، وبذلوا من أموالهم كل على حسب حاله، منهم المكثر ومنهم المقل، فيلمزون المكثر منهم بأن قصده بنفقته الرياء والسمعة، وقالوا للمقل الفقير: إن الله غني عن صدقة هذا. فأنزل الله تعالى: الذين يلمزون، أي يعيبون ويطعنون، المطوعين من المؤمنين في الصدقات، فيقولون مراءون، قصدهم الفخر والرياء، ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم، فيخرجون ما استطاعوا، ويقولون الله غني عن صدقاتهم، فيسخرون منهم،
فقابلهم الله على صنيعهم بأن سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فإنهم جمعوا في كلامهم هذا بين عدة محاذير، منها تتبعهم لأحوال المؤمنين وحرصهم على أن يجدوا مقالا يقولونه فيهم، والله يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، ومنها طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم كفر بالله تعالى وبغض للدين، ومنها أن اللمز محرم بل هو من كبائر الذنوب في أمور الدنيا، وأما اللمز في أمر الطاعة فأقبح وأقبح، ومنها أن من أطاع الله تعالى وتطوع بخصلة من خصال الخير فإن الذي ينبغي هو إعانته وتنشيطه على عمله، وهؤلاء قصدوا تثبيطهم بما قالوا فيهم وعابوهم عليه، ومنها أن حكمهم على من أنفق مالا كثيرا بأنه مراء غلط فاحش وحكم على الغيب ورجم بالظن، وأي شر أكبر من هذا. ومنها أن قولهم لصاحب الصدقة القليلة الله غني عن صدقة هذا كلام مقصوده باطل، فإن الله غني عن صدقة المتصدق بالقليل والكثير، بل وغني عن أهل السماوات والأرض، ولكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون إليه، فالله وإن كان غني عنهم فهم فقراء إليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وفي هذا القول من التثبيط عن الخير ما هو ظاهر بين، ولهذا كان جزاؤهم أن سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة على وجه المبالغة وإلا فلا مفهوم له، فلن يغفر الله لهم كما قال في الآية الأخرى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، ثم ذكر السبب المانع لمغفرة الله لهم فقال ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والكافر لا ينفعه الاستغفار ولا العمل ما دام كافرا، والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الذين صار الفسق لهم وصفا بحيث لا يختارون عليه سواه ولا يبغون به بدلا، يأتيهم الحق الواضح فيردونه فيعاقبهم الله تعالى بأن لا يوفقهم له بعد ذلك. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يقول تعالى مبينا تبجح المنافقين بتخلفهم وعدم مبالاتهم بذلك الدال على عدم الإيمان واختيار الكفر على الإيمان، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وهذا قدر زائد على مجرد التخلف، فإن هذا تخلف محرم وزيادة رضا بفعل المعصية وتبجح به، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وهذا بخلاف المؤمنين والذين إذا تخلفوا ولو لعذر حزنوا على تخلفهم وتأسفوا غاية الأسف، ويحبون أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله لما في قلوبهم من الإيمان ولما يرجون من فضل الله وإحسانه وبره وامتنانه. وقالوا أي المنافقون لا تنفروا في الحر، أي قالوا إن النفير مشقة علينا بسبب الحر، فقدموا راحة قصيرة منقضية على الراحة الأبدية التامة، وحذروا من الحر الذي يقي منه الظلال ويذهبه البكر والآصال على الحر الشديد الذي لا يقادر قدره وهو النار الحامية، ولهذا قال قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، لما آثروا ما يفنى على ما يبقى، ولما فروا من المشقة الخفيفة المنقضية إلى المشقة الشديدة الدائمة. قال الله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، أي فليتمتعوا في هذه الدار المنقضية ويفرحوا بلذاتها ويلهوا بلعبها، فسيبكون كثيرا في عذاب أليم جزاء بما كانوا يكسبون من الكفر والنفاق وعدم الانقياد لأوامر ربهم.
فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم وهم الذين تخلفوا من غير عذر ولم يحزنوا على تخلفهم فاستأذنوك للخروج لغير هذه الغزوة إذا رأوا السهولة فقل لهم عقوبة لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا فسيغني الله عنكم. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، وهذا كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فإن المتثاقل المتخلف عن المأمور به عند انتهاز الفرصة لا يوفق له بعد ذلك ويحال بينه وبينه. وفيه أيضا تعزير لهم، فإنه إذا تقرر عند المسلمين أن هؤلاء من الممنوعين من الخروج إلى الجهاد لمعصيتهم كان ذلك توبيخا لهم وعارا عليهم ونكالا أن يفعل أحد كفعلهم.